إلينا صارت مصيبة. جلسوم اجت زوجها قلعه وبدهم يحفروا الحديقة بكرة الصبح حتى يعملوا فيها مسبح. تخيلي. شوفي شو صاير. إنجي إنجي بتكون حبيبة مارت. انت خربت كل شيء بحياتنا. خربت كل شيء. انت خربت كل شيء. كل شيء خربته. إلين. خربت إلين. كل شيء. كل اللي صار بسببك. إلين. بسببك انت. بسببك انت. روحي إلين. بكفي بقى. لا تقرب علي. خلصنا. ارجعي لعقلك. بعد عني. شو صار لك إلين؟ بعد عني اعمل لك. لا تلمسني. لا تلمسني. حامل لك لا تقرب علي وتلمسني. يا ريتك. يا ريتك انت اللي متت. لك تمنيتك إلين. انت اللي تموت. إلين حاجة بكفي بقى. خلصنا. بكفي. بكفي. انجي انجي بتكون بنتي. شيلي هي التفاهات من راسك وهي الافكار المريضة. بكفي بقى. ما في شي بينحل هيك إلين. مارت. 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 مارت يلي خبرك بهذا الشيء؟ ها؟ من امتى وهنن مع بعض ما قالك؟ ما بعرف. أنا ما بعرف. كيف ما بتعرفي؟ كيف ما بتعرفي؟ معقول يعني هيك ما بتعرفي؟ ما لازم يصير هيك. أنا رح روح وخبر بولاند بكل شيء لأنه ما بيصير. لا 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 لو سمحت لا لا لا. إلين. لا تعملي. إلين لا. ما لازم يصير هيك. اسمعيني إلين. لا حبيبي انت ما حبيبتي فيك تخبر. ما بيصير. ما بيصير. أماني ما فيك لازم اخبر. بس اسمعني شوي. انا ما بدي اياك تستسلم. بترجاك. بترجاك جيهان. ما لازم تستسلم. ما بدي تقول يا حبيبي. إلين جيمري عم تروح من بين ايدينا وانا ما عاد اتحمل هذا الشيء. تهميني قد ما بدك. اذا كان هالشيء بيريحك تهميني قد ما بدك. اعملي اللي بدك اياه بس اللي عم يصير خطير. انا لازم اعترف بكل شيء لبولانتي يا إلين. ما بيصير هيك. جيهان 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 لا تحكي. بترجاك لو سمحت ما تحكي. بوس ايدك ما تحكي لحدا. بوس ايدك لا تحكي. يلا وعدني يا جيهان. لو سمحت. يلا روحي يا حبيبي. للأسف لهلأ ما في خبر. لو بنتي كانت هربانة أو كانت رايحة بإرادتها كانت رح تطمني عنها. كانت رح تبعت لي رسالة على الأقل تطمني فيها. كتير شغلات سيئة عم تخطر عبالي. خايفة. بكير كتير. لا تفقدي الأمل. أساساً نحن عم نراقب إشارة تليفونها بس أكيد الشغلة صعبة لأنه التليفون مسكر. ممكن تسمعني؟ ابني أنت أكيد مرت عليك مثل هالحالة كتير وأكيد عم تصادف مثلها. ما في شي تقلي إياه يريحني؟ يعني شو صار بوقتها وشو عملت لرجع المفقود؟ طبعاً صايرة بس تختلف من حدا للتاني. وبالواقع بما أنه ما وصلنا لخبر أكيد هالشي لحاله بفائل. صحيح. بيقول الخبر السيء بينتشر بسرعة. بس أعرف شي ببعت لك خبر. بس خلي ابنك بكرة يجي لعنا على القسم. ممكن؟ تمام. أنا بدي شوف جيهان وإلين. بشوفك. ماشي. يلا بالإذن. بولاند أنا أجيت لا تواخذني عن جد.
تأخرت أستاذ جيهان، أنا كنت رايح أساسا. كانت إيرين مريضة شوي، ضليت لحتى طمنت عليها وجيت. كأني شايفك رايح، ليش ما بتضل شوي لسه؟ لازم روح. أنت بس استعجل لي بالشغل وبس تخلص المسبح خبرنا لنجي، ماشي؟ طبعا، ليش لا؟ يلا باي. سلم إيديك. يا ربي. أوه، المفاتيح. نسيت مفاتيحي. إيلين، أنت منيحة يا ترى؟ منيحة بس مو مبين هيك. منيحة أنا. إيلين، لا تكذبي علي. وليش لحتى أكذب؟ يعني أنا بفهم إنك زعلانة على إنجي، بس أنا متأكد إنك عم تحاولي ما تفكري فيها كمان. أنت ما بتقدري تخبي مشاعرك، بعرف. أبداً. يا ريت بس لو بإيدي ساوي شي لحتى أشوفها فايتة من هلبة. وأنا بتمنى. إن شاء الله. بالمناسبة ما قدرت أحكي مع المدام جولسوم، بس المفروض إنجي يكون عندها حبيب سري. ولازم يكون بيعرف بكل شيء ومسؤول عن كل شيء. بالعموم هذا اللي بصير بهيك حالات. بس ما بتوقع، لأنه أبوها لإنجي كتير قاسي وطبيعته هيك. لهالسبب بده يكون من الحارة أو قريب منها، وعلى الأغلب يكون هيك. بالنهاية البنت ما بتطلع لمحلات تانية. ما بعرف. ما بعرف ابنهم. تمام، إذا لاحظت شيء غريب حواليكم خبريني. إذا منلاقي تليفونها رح نمسك طرف الخيط على الأكيد. تمام؟ تمام. نحكي لك أنا. لا يا أخي، شو المناسبة؟ بس لا تحفر بحديقتي، روح اشتغل بجهتك. ليكي تفضلي، ما ببين معهم المنيح. طولوا بالكم يا جماعة. ليش أنا كمان أطول بالي؟ شو هالحكي هاد؟ يروح يساوي اللي بده إياه بأرضه. شو اللي عم بيصير؟ شو صاير؟ شو بده يصير؟ الأستاذ أمين قرر يساوي مسبح هون، وبكرة الصبح كمان. حبيبتي إيلين، أمين فكر إنه هالشي منيح من شان الأولاد، وين الغلط يعني؟ طبعاً يعني جيهان تعب كتير بهالبستان، على الأغلب من شان هيك يعني. مو هيك جيهان؟ ما بحب حدا يحطني تحت الأمر الواقع. ليك جيهان، بالواقع حبيت فكرة المسبح من شان الأولاد أنا. نيشة، في يكون عندكم، لأنه جيهان بيكره ضجة العمار ومكتبه بيطل على هي الجهة. نحنا عم نفكر نروح بالقارب هذا العيد بصراحة. مزبوط. وخلال هالوقت بيكون الشغل بالحفر خلص، ما؟ حبيبتي إيلين، مو مشكلة، صدقيني مو مشكلة. وانتو ما تكبروا يا جماعة، يلا على الطاولة. لا يا مدام، أنا ما فيني أنطر للعيد، ما تواخذوني، لأنه بدي انبسط هون حد المسبح تبعي بالعيد. أمين، لو سمحت ما تزيدها، عم تعقدها. يلا دقيقة يا نيشة، دقيقة. ليه؟ أستاذ جيهان، أنت بتعرفني كتير منيح، أنت وقت بترجع رح تشوف. إذا رح أضطر حط شرطة هون، مع هيك رح أبني المسبح. بعطيك 24 ساعة بس. عم يقول 24 ساعة بس بربكن يعني؟ أنا رح وقف هون من بكرة الصبح، وما رح خليكن تحفروا بأرضي يا أخي. أنا ما رح خليكن. زودت كثير يا أمين، عن جد زودت. يلا أمشي خلاص بقى. يلا لنشوف. يلا أمشي. ولسا عم يعاني. ماما أمشي. أنا جاية بعد شوي. طيب حبيبي. شو هالعالم هي، ما بيلبق لها منيح.
جيهان، انت عم تشلق العالم يا جيهان، كتير عم تشلق. عم شلق العالم لكان، انا عم شلق العالم. ايه؟ هيك رأيك انت؟ مين يلي كان عم يعيط ويصرخ من عند الصبح يا ترى؟ تمام لازم نهدى، نحن رح نهدى، نحن رح نهدى، نحن رح نهدى، لازم نهدى. هادين، ما كان لازم انكب تليفون انجي، هذا غلط. تعرف شو رح يصير اذا شافوا رسائل مارت لما يلاقوا التليفون؟ اساسا انت تركتيلي مجال لحتى افكر، انا قلت لك انه اللي عم نساويه غلط. تفضلي. طلع فيي، لا بنتي ولا ابني رح يدفعوا الثمن. عم تفهم؟ وينك يا انجي؟ يا ربي بترجاك ما يصير معها شيء، بترجاك ما يكون صاير معها شيء بشيء ابدا. بعدت لك لشغل، نحن لازم نحكي. عم دور على بنت شغالتكم الضايعه، هاد موضوع منيح ويمكن أقدم مساعدة. إذا ما بدك تساعدني بتصل بمرتك. شو تشربي قهوة؟ سربيل؟ ايه مو غلط. ست إيلين خليني انا احضر القهوه عنك. انا رح احضرها. لا والله انا رح اعمل لك اياها. ليك يا عم جلسوم، اسفه جلسوم، انا بعتذر منك بس كلياتنا متوترين اليوم. أنا ما عم أقدر وقف تفكير، لهيك عم أشغل حالي. طيب طيب ساوينا، أنا رح شوف مارت. أساساً ضل جوعان، الكل ضلوا جوعانين. أنتي أكلتي شي اليوم؟ أنا ماني جوعانة. خالة جلسوم، مين لسه بدها بوزة على شوكولاتة؟ طيب حبيبتي رح أعملهم، ما بدكن تاكلوا أنتو؟ لا نحن عنا شغل، يلا. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً. الرجاء ترك رسالة صوتية أو المحاولة لاحقاً. لو سمحت صدقني أنت فيك تساعدني، ليك أنت الوحيد اللي فيك تساعدني، وأنا عم حاكيك بنية منيحة ورح ساعد كمان بحل الموضوع. بعدين أنت مو بدك تلتقى إنجي؟ تمام قولي شو بدك؟ شو بدي؟ خليني أعزمك على عشاء بالأول وهيك منحكي براحتنا أكتر. أنت قلي وينك هلأ وأنا بقلك على مكان على هالأساس. لو سمحت بترجاك قول إيه وافق. يعني أنت ما بيرفض لك طلب أبدا؟ ممتاز، أنا بعرف محل ظريف، رح أبعت لك الموقع بعد شوي، وأنا رح أجي بعد ربع ساعة أو تلت ساعة. اتفقنا؟ طيب مع السلامة. أنا هلأ ماني فاضية جيهان، بتصل فيك بعدين. إيه؟ لا تتصلي، لا تتصلي عزراء، لا فيني ولا بمرتي. شوفي أنت ليش هيك توترت؟ من شو خايف؟ مانك واثق فيني مو؟ شوف
أنا عم حاول أنشر خبر أنجي ورح أبذل جهدي لحل الموضوع. حياتي، أنت زعلت مشان هالموضوع؟ وأنا بس عم حاول وضح هالشي مشان الشخص يلي بحبه بدي شوفه ومبسوط. صدقني عزراء، لا تخربي لي حياتي بقى. جيهان، أنا ما عم أقدر صدقك. أنت عن جد عم تقول هلأ إذا مرتي رح تشك في أنجي ما رح تلتقى؟ معقول أنت؟ للأسف. شو قلوا علاء هلأ هالحكي هاد؟ شو قلوا علاء هالحكي؟ شوفي، أنت بتعرفيني شوي، يعني اللي بقصده أنا لما كل شي بيطلع من تحت إيدي وقتها بتتغير كل موازيني. عن جد إذا كان بدك تخليني تحت السيطرة يا بروفيسور، لا تتركني لحالي كتير حياتي، تمام؟ بوساتي إلك. أنا رح أخذ هاي. إذا كنت بتسكتي فخديه. شو هاي لبرشلونة؟ آيلا، فيني أطلب منك طلب؟ طبعاً. فيكي تروحي أنت وجاملي على غرفتها؟ أنا عندي شغل. شو الشغل؟ تحكي مع حبيبتك؟ لا، وبيخبي حبيبته عن الكل كمان. يمكن هالبنت منعرفها. جامري روحه. قلي مين هي وبروح. ما رح قوله. قلي مين هي لو سمحت. يلا عم لك يلا. ما رح قوله. عم قلك رح تطلعي. عم قلك ما بدي. طيب بس قلي. ما عم قلك تطلعي. بدك تقلي مين هي. روحوا. ليش عم تضحكي؟ إذا بتريد. يا الله. خليني شوف هون. ما عليك تطلعي لبرا. إذا بتريد. شبك ما عم بتشوفي جامري. دبهي. بس أنا المذنبة مو؟ جامري، جامري، فهمتيني غلط. تركيني. خالي إلين رح روح أنا كمان، أمي بتكون قلقانة. تصبحي على خير. تلاقي الخير. هنن ما بحبوني، ما بحبوني. أنا بدي منك ما تقول قدام حدا إنه أنجي حبيبتك، سمعان؟ حتى جامري كمان. شو عم يصير يا أمي؟ ولا شي، ما في شي حبيبي، بس إنه أنجي صار، يعني إنجي صار معها شي كتير بشع ورح يعتبروك المتهم ورح توقع بمصيبة، فهمان علي؟ أمي، أنت بتعرفي شي وما بدك تقولي لي يا مو هيك؟ شو بدي كون بعرف حبيبي؟ أنا ما عندي علم بأي شي، أنا بس عم حاول أحميك احتياط، تمام؟ ما رح تكذب علي مو هيك؟ شو ما صار ما رح تخبي علي مو؟ شوف حبيبي، أنا زعلت كتير وكلنا زعلنا كتير، تمام؟ حكينا مع بولاند،
سؤال على الأغلب عند حبيب سري عادة بيكون هو المشتبه الأول. أمي شو عم تقولي أنت؟ شو عم تحكي؟ شو عم تقولي أمي؟ ابني أنا طبعاً بعرف إنه مانك المذنب بهالشي، بس الشرطة هي. خلي الشرطة تروح وتلتهي بشغلة، خلي الشرطة تلاقيها بالأول. ابني خليهم يلاقوا إنجي. طيب اهدى شوي. أهلي ما بيحبوني، ما بيحبوني. مارت ابني مارت، ليك شوف ما تنسى شو حكيتك، ماشي حبيبي؟ صحة وهنا. يا حبيبتي سربيل ما فضيت أقعد معك، ما تواخذيني، بتعرفي مشاكل الأولاد ما بتخلص الله وكيل. ولو يا روحي شو هالحكي، خلص ما أنا مقدرة ظروفك. قديش هالمشاكل حلوة، لا تعدي تشتكي، عرفي قيمة بيتك. شوفي حالتي واشكري ربك. إذا بروح بنام بكير ما بتزعلي مو؟ لا حبيبتي ليش بدي أزعل، لكي غرفة الضيوف جاهزة وفيها كل شيء، بتعرفي وين صايرة. إذا بدك أي شيء خبريني ماشي؟ إيلين عن جد شكراً كتير على كل شيء، بكفي وجودك. يلا تصبحي على خير. لا الخير. جلسوا. ست إيلي ما قدرت آكل من الأكلات، إنجي اللي عملتهن. بابا حبيبتي ليش قاعد هون؟ أنا قلت لأمي إنه أنت مالك علاقة بنوب بهالموضوع. بابا حبيبتي انت ما بتعمل شي بزعلنا ابدا، ما هيك صح بابا؟ انت قلت لي هيك من قبل. مو على اساس ما عاد نحكي بهذا الموضوع حبيبتي. ها بابا مو عندك مدرسه بكره؟ يلا عاد اختك فورا. برايك صرت جاهزه اروح على المدرسه بابا؟ يلا عاد اخت يلا. انت ما عاد حبيتني مو جيمري؟ خلصنا. أنت ما عاد حبيتني أبداً مو هيك بابا؟ بقى جيمري بيكفي، يلا عاد أختك. خلينا نرجع عائلة سعيدة بترجاكم. Thank you.
ست إيلين، أنا رح نام. قلت إذا بدك شي. تمام، تصبحي على خير. بتصدقي؟ أكلت بكتير محلات بالعالم، بالمكسيك والبرازيل والبرتغال وحتى بتايلاند أكلت، ما في مثل هالأكل. ليش؟ لأني أنا هون. لا ما دخل. عنا بيحطوا زبدة وفلفل مشان هيك. برأيي السبب أنك اشتقت لتركيا مشان هيك، ولهيك أنا خليتك تقعد هون مشان تشوف الجسر. 15 سنة غياب مو شغلة سهلة. ايه كان بدي اسألك شو عملت بهالخمستعشر سنة، بس انت رح تكون سري كالعادة، لهيك خلينا نحكي عن الحاضر فورا. بنت للشغالة تبع الأستاذ جيهان، انجي، برأيك شو صاير معه؟ لو بعرف كنت حليت القصة. انا رح روح على جامعة انجي لأعمل مقابلة مع كل رفقاتها، وحتى اذا قدرت اقنعهم بدي اعمل حلقة مع عائلتها وحتى مع الأستاذ جيهان ومرته كمان. لازم أنت تساعدني لحتى نحل هالمشكلة بسرعة. فهمت. برأيك هيك قصص بتنحل على البرامج التلفزيونية؟ لا تستخف بالأعلام بنوب يا حضرة المفتش. هلأ أنا عم بستخف. بالمناسبة أنت دكتورة نفسية؟ لكان شو خطر لك تشتغلي بالأعلام؟ صارت هاي الشغلة ترند آخر كم سنة. كتب الدكاترة النفسية عبت الدنيا وصارت القصة تجارة، صارت القصص تصير مسلسلات. فبدل ما أقعد طول اليوم جوا الغرفة وأسمع مشاكل وما حدا يعرفني غير المرضى يلي بيجوا لعندي، قررت غير شوي من حالي وأخذت القرار بأنه روح على القسم اللي بيسلي بشغلي. يعني ملاحقة الجرائم والمجرمين شي بيسلي مو هيك؟ غريبة أنت. لا تقول هيك، أنا بواجه حالات كتير غريبة بشغلي. هالشي مو غريب كمان؟ يعني أحياناً. الناس عندها فضول تعرف أسرار الناس التانيين وأوجاعهم كمان، والأكتر من هيك أغلاطهم. خليني دوق من هاد كمان. قلت لي كتير طيب. وينك يا إيز؟ وين كنتي رايحة مع أساس تشوفيني؟ وينك يا إنجي؟ صباح الخير. صباح الخير. ما حبيت انه نام تحت بالصالون مشان جلوسوم وساربيل ما يحسوا ويقعدوا يسألونا. كان عمري 12 سنة. رحنا على مرميس لنقضي العطلة.
كانت آخر عطلة من قضيها سوا. أمي أمي كانت حامل بأخي اللي ما ولدته أبدا. كان كل شيء حلو بوقتها. بعد هالسنين اللي مرقت، كل ما فتحت عيوني من النوم تمنيت انه اكون بمرميس ويكون كل شي صار معنا مجرد كابوس. تمنيت لو كنت نايمة على كرسي التشميس وبس في انكفي عطلتنا من محل ما وقفنا ويكون ما صار شي معنا. تماماً مثل ما عم حس هلا. كل شيء منيح. اليوم لازم يكون يوم عادي مثل كل يوم. يوم عادي. جيمري، أنت بتوصل جيمري على المدرسة وأنا رح أروح على الشغل. مارت جيهان، مارت، شو رأيك نسافر لبرات البلد، مثلاً على أمريكا لعند ديلار على البيت؟ عنده جامعة، بعدين برأيك مارت رح يرضى يروح؟ ما فينا نخليه هو اللي يقرر بهيك وضع، يعني إذا عرفوا إنه حبيب إنجي فرح تصير مصيبة كبيرة جيهان، وإذا راح فرح تصير كل الشكوك تجاهه حبيبتي. وإنجي، قصة إنجي كيف بدها تنحل؟ يا الله يا الله. لازم ننقل إنجي من هون على مكان تاني بكرة من الصبح. أمين رح يخليهم يحفروا بالجنينة. لازم نخلص من هالقصة. إيلين، جيمري بحاجة مساعدة من حدا مختص على أكيد. لازم ندور لها على دكتور نفسي شاطر. وشو رح نقول له بالله؟ شو بدنا نقول؟ ما عم قلك نخبره بكل شيء. أنا ناخدها بشوفها وبيعطيها دواء أو أي شيء. أما أنه نضل هيك قاعدين ما عم نعمل شيء، هالوضع كتير مزعج يا إيلين كتير. بالعكس تماماً يا جيهان، بالعكس تماماً. كل ما حكينا بالموضوع أكتر كل ما بتتعقد الأمور، ما أنا كملاحظ؟ خلينا ننسى، مننسى، خليها هي تنسى ونحن كمان الكل بينسى ومنرجع طبيعيين. منرجع للحياة الطبيعية العادية تبعنا العادية، يعني فهمت علي؟ حياتنا العادية؟ ما عاد في شيء اسمه عادي بحياتنا إيلين. لازم تفهمي هالشي بقى. أنا ما عم قول إنه نتصرف كأنه عادي، ما رح نصير عاديين، بس على الأقل خلينا نتصرف كأنه عاديين. مثلا يعني ما بعرف، خلينا مثلا نروح نتعشى. ما وشو رح نقول لجلسوم يا إيلين؟ نقلها بنتك ماتت بس نحن رايحين نكفي حياتنا، ولا كأنه صار شيء ولا شو. قلسوم ما بتعرف بشي يا جيهان. قلسوم ما بتعرف. قلسوم ناطرة بنتها، يعني بلكي كانت هربانة مع حبيبة مثلا، هيك بتفكر هي. مع حبيبة قلتي لي؟ شو نسيتي انه حبيب بنتها بيكون ابننا مارت؟ هي ما بتعرف، ما حدا بيعرف اساسا. بس يروح مارت على امريكا كل شيء رح يرجع مثل ما كان قبل وكله رح ينحل. أنت جنيتي على الأخير، عن جد جنيتي. وأنت ليه ما عم تجن كمان؟ أنت ليه مانك عم بتجن يا جيهان؟ ومن الأساس كل القصص اللي صارت معنا وجننتنا وطيرت عقلنا كلها بسببك أنت. إذا كان اتهامك إلي عم يريحك فضل اتهميني. طبعاً رح اتهمك، طبعاً أنا لازم اتهمك،
لو إنه جيمري ما شكت فيك بالأساس. لا تفهمي بنتنا مريضة 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 يا إيلين، بترجاكي تفهميه. بس أنت بحياتك ما شفتي هالشي، ضليت تحاولي تخبي مرضه وكأنه عيب كبير. وأنت شو عملت؟ اللي شو عملت؟ شو عملت حضرة جنابة غير إنك عملت لها كل شي بدي إياه وخليتها تضل تستغلك؟ ممتاز الحكي، معناها خلينا نروح نسلم حالنا، منقلن نحن ما عرفنا نربي بنتنا منيح، منقلن عاقبونا، نحن قبلانين بالعقاب شو ما كان. شو رأيك؟ جيهان سكوت سكوت، والله العظيم رح جن أنا. سكوت بكفي حكي سكوت بقى، حاسة رح يغمى علي من التفكير. كل شي عملناه ودافعنا عنه طول حياتنا صار بالأراضي فجأة. إنه نكون أم وأب شي صعب، شي صعب كتير. ما عاد عرفت شي يا إيلين، ما عاد عرفت شي أبدا. صباح الخير. صباح النور. جهزي حالك لتروحي على المدرسة. ولا مرة خطر لي إنه ممكن أفرح لأني رايحة على المدرسة، كتير مليت بالبيت. جيمري حبيبتي اسمعي، بدك تنتبهي كتير قدام الخالي جولوسوم، اتفقنا؟ فكرتيني هبلة ما؟ يلا جيمري يلا جهزي، يلا جيمري جهزي يلا. جولوسوم، انتي امتى حضرتي كل هاد؟ ما اجاني نوم وعندكن ضيفه، فيك تقولي عامله هي حالي. ما خبروكن شي مو؟ لو خبروكن كنتوا قلتولي. عكلن رح حط لكم الفطور بالجنينة وبعد شوي بفيق ميليسا مشان تروح على المدرسة. أنا رح شوف مارت. أنا رح أطلع شوفه. أنا بشوفه. مارت؟ مارت؟ Thank you.
ألو بابا. مارت أنت وينك ابني؟ بابا أنا مو منيح. وينك أنت؟ بالجنينة. جاي لعندك، جاي لعندك، استناني. Mm-hmm.